بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم اما بعد، اليوم عندنا مزيد الثلاثي، لما وقد تحدثنا عن الفعل المجرد، مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي، وننتقل اليوم للحديث عن المزيد، عن الفعل المزيد. وقد ذكرنا ما في الماضي في الدرس الأخير أن الفعل المزيد أيضا قسمان، القسم الأول هو مزيد الثلاثي، والقسم الثاني هو مزيد الرباعي. القسم الثاني هو مزيد الرباعي، هذا معروف عند الصرفيين. وما قد مر بنا أن كل زيادة بالفعل يعني لا تكون عبثا، فاللغة الزائد فيها سواء في الصرف أو في النحو لا يكون وجوده كعدمه، وإنما هو مجرد اصطلاح صرفي أو نحوي له وظيفة صرفية أو نحوية. وتلك الأمر حقيقة مهمة في الدرس اللغوي، سواء منه الصرفي أو النحوي، على أن مادتنا اليوم مادة الصرف. من أجل ذلك سوف ندرس هنا اليوم من أجل ذلك سوف ندرس اليوم هنا الحروف الزائدة مع توضيح بعض معانيها إن شاء الله إن أمكن ذلك. وطبعا عندنا الفعل المزيد، فنقول إذن وبالله التوفيق، الفعل المزيد قسمان، لأن القسم الأول مزيد الثلاثي، والقسم الثاني مزيد الرباعي. واليوم نبدأ من الفعل المزيد، ونقصد مزيد الثلاثي. اليوم نبدأ من مزيد الثلاثي. فماذا نعني بمزيد الثلاثي إذن؟ الفعل الثلاثي المجرد يمكن أن يزاد حرفا واحدا، ويمكن أن يزاد حرفين، ويمكن أن يزاد ثلاثة حروف، وهذا في الغالب هو وما يزاد به. الفعل الثلاثي المجرد يمكن أن يزاد حرفا واحدا، ويمكن أن يزاد حرفين، ويمكن أن يزاد ثلاثة حروف. فما هو المزيد بحرف واحد؟ أولا، ما هو مزيد الثلاثي بحرف واحد؟ مزيد الثلاثي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان، مزيد الثلاثي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان. الوزن الأول زيادة همزة القطع في أول الفعل ليصير على وزن أفعل. الوزن الأول هو زيادة همزة القطع في أول الفعل ليصير على وزن أفعل. الفعل المزيد مزيد الثلاثي، مزيد الثلاثي بحرف، يعني الفعل الثلاثي، أولا نفهم أن الفعل الثلاثي المجرد قد يزاد بحرف، وقد يزاد بحرفين، وقد يزاد بثلاثة أحرف. أولا مزيد الثلاثي بحرف واحد، مزيد الثلاثي بحرف واحد لنعلم أنه يأتي على ثلاثة أوزان. الأول منها زيادة همزة القطع في أول الفعل ليصير على وزن أفعل، مثل أخرج الهمزة زائدة، لأن أصل الفعل خرج، فعل ثلاثي مجرد، فزيد بهمزة القطع. وقد قلنا أن أول وزن من أوزان مزيد الثلاثي المجرد هو همزة القطع
زيادة همزة القطع في أوله ليصل على وزن فعل. مثل ذلك مثال ذلك أخرج أكرم أشار أوفى. أخرج أصله خرج، أخرج أصله خرج، أخرج إذن خرج إذن فعل ثلاثي مجرد. وإذا قلنا أخرج يصبح هذا الثلاثي زيد بهمزة القطع في أوله فأصبح أخرج على وزن أفعل. أكرم أصله كرم فزيدت همزته فأصبح أكرم على وزن أفعل. وكذلك الباقية. الوزن الثاني من أوزان من أوزان الثلاثي المزيد بحرف واحد، الوزن الثاني من أوزان الثلاثي المزيد بحرف واحد زيادة حرف من جنس عينه، معناها أن يكون فاء الفعل مفردا أي حرفه الأول، ولامه مفردا أي حرفه التالي، ولكن عينه مشدد أو مكررة، نقول مكررة. النوع الثاني الوزن الثاني من أوزان مزيد الثلاثي بحرف هو زيادة حرف من جنس عينه، من جنس عين الفعل، وذلك يحصل بتضعيف العين. التضعيف هو التشديد، التضعيف هو التشديد ليصير على وزن فعال. مثل كبر، كبر زيدت بعين من جنس عينها أي زيدت بحرف ثاني من جنس الحرف الثاني فيها، لأن أصلها كبر باء واحد، فلما قلنا كبر فكأننا كررنا العين، فعلا كررنا العين، شددناها ضعفناها كررناها بمعنى واحد. كبر قدم ربى روح. إذا كبر أصلها كبر فزيدت بحرف من جنس عينها عن طريق التضعيف. قدم أصلها قدم أو قدم، إذن زيدت بحرف من جنس عينها. وهكذا الوزن الثالث، الوزن الثالث من أوزان الثلاثي المزيد بحرف واحد هو زيادة ألف بين الفاء والعين ليصير الفعل على وزن فاعل. الوزن الثالث من أوزان مزيد الثلاثي بحرف واحد هو زيادة ألف بين الفاء والعين أي بين الحرف الأول والحرف الثاني يصير على وزن فاعل. مثل جادل، جادل على وزن فاعل زيدت بحرف زيدت بألف بين الفاء والعين أي بين الجيم وهو الحرف الأول والدال وهو الحرف الثاني، لأن أصل فعل ثلاثي مجرد أصله جدل فقلنا جادل. ومثل جادل على وزن فاعل. ومثل ذلك أيضا دافع أصلها دفع فزيد ألف بين الحرف الأول والحرف الثاني. إذا قلنا زيد ألف بين الحرف الأول والحرف الثاني أو قلنا زيد ألف بين الفاء والعين فهذا سواء بسواء، فدافع على وزن فاعل وأصل الفعل دفع. واعد على وزن فاعل وأصل الفعل وعد. إذن الآن نقول لماذا لا تزاد الهمزة أو تضعيف العين أو الألف؟ لا، ليس السؤال هكذا. الآن ممكن نقول لماذا، الآن نضع أسئلة. نحن عرفنا أن الفعل الثلاثي
نحن عرفنا أن الفعل الثلاثي المزيدي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان. الوزن الأول زيادة همزة قطع في أوله ليصير على وزنه فعل، مثل أخرج أكرم. الوزن الثاني زيادة حرف من جنس عينه عن طريق التضعيف ليصير على وزن فعل، مثل كبر قدم. الوزن الثالث زيادة ألف بين الفاء أي الحرف الأول والعين أي الحرف الثاني ليصير على وزن فاعل، مثل جادل دافع واعد ناشى. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا تزاد همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد ليصير على وزن أفعال، مثل أخرج وأصلها خرج؟ ولماذا يزاد حرف من جنس عين الفعل عن طريق التضعيف ليصير على وزن فعل، مثل كبر قدم وأصلها كبر قدم؟ ولماذا يزاد ألف بين فاء الفعل وعينه ليصير على وزن فاعل، مثل جادل دافع واعد وأصلها ثلاثي مجرد؟ جدل دفع وعد. لماذا تزاد الهمزة؟ ولماذا يزاد تضعيف العين؟ ولماذا يزاد الألف؟ لماذا؟ هنا نذكر بأن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا، وأن الزائد ليس وجوده كعدمه. إذن لماذا تزاد الهمزة أو تضعيف العين أو الألف؟ الجواب أن لكل من هذه الزيادات معاني خاصة به، لكل من هذه الزيادات معاني خاصة به. نحاول أن نوجز تلك المعاني في الآتي إن شاء الله. فنقول المعاني التي تزاد لها الهمزة زيادة همزة القطع في أول الفعل على يصير على وزن فعل، مثل أخرج أكرمه. من المعاني التي تزاد لها الهمزة أي همزة القطع في أول الفعل، من المعاني أي أو من أشهر المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل التعدية. نحن نعرف أن الفعل من أيضا نوعين، لازم ومتعدي. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله وينتهي معناه، مثل أن تقول كارما زيد. والفعل المتعدي هو الذي بعد الفاعل يبقى يطلب مفعولا به يكمل معناه، مثل لو قلت أكرمت فالتاء فاعل، ولكن الإكرام لم يعرف وقع لمن حتى تقول أكرمت زيدا. فمن المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل المجرد الثلاثي، مثل أخرج وأكرم. من المعاني التي تزاد لها همزة القطع منها التعدية، أي جعل الفعل اللازم متعديا. فأصل الفعل أكرم أصله كرم، وكرم وزن فعول، وفعول وزنها دائما لازم يكتفي بفاعله. فلما زدنا همزة القطع أصبح الفعل متعديا لمفعول به. فنقول أكرم محمد خالدا. لولا همزة القطع لما استطاع الفعل أن يتعدى إلى خالد. إذا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد نحو أفعل، من هذه المعاني التعدية، أي جعل الفعل اللازم متعديا. فالفعل خرج مثلا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به، فنحن نقول خرج زيد وينتهي الكلام، خرج زيد.
فإذا زدناه همزة في أوله أصبح متعديا بسبب تلك الهمزة، فعندئذ نقول أخرجت زيدا، ونقول أخرج محمد زيدا، وهكذا في جلسة نقول جلس زيد، وإذا أردنا أن نعديه ندخل في أوله الهمزة فنقول أجلس محمد زيدا، ونقول مثل الشيء نفس الشيء في كرم وأكرم وقام وأقام. فإذا كان الفعل المجرد متعديا لمفعول واحد، إذا كان الفعل أصلا لا يتعدى لمفعول، إذا كان الفعل المجرد الثلاثي أصلا لا يتعدى لمفعول مثل كرمة وأدخلت على في أوله همزة القطع يصبح يتعدى لمفعول. فإذا كان الفعل المجرد الثلاثي متعديا لمفعول واحد قبل الهمزة صار بزيادة الهمزة متعديا لمفعولين. مثل ماذا؟ مثل الفعل لبس. لبس مثلا يتعدى لمفعول واحد دون الهمزة، فأنت تقول لبس زيد ثوبا. لبس فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهر على آخره، ثوبا مفعول به منصوب على نصب الفتح ظاهر على آخره. فلبس فعل متعدي لمفعوله قبل أن تدخل عليه الهمزة. هذا الفعل الذي يتعدى لمفعوله قبل همزة القطع إذا زيدت في أوله همزة قطع يصبح متعديا لمفعولين، فتقول ألبست زيدا ثوبا. فألبست التاء فاعل، وزيد المفعول هو الأول، وثوبا أصبح مفعول والثاني، والذي جعلها تتعدى لمفعول ثاني هو دخول همزة القطع في أوله، لأن الفعل مجرد ثلاثي. وهكذا قل مثل ذلك في فهم وأفهم، سمع وأسمع، تقول فهم محمد خالدا، ثم تقول أفهم محمد خالدا الدرس، بسبب همزته أصبح أفهم ينصب محمدا والدرس، وتقول سمع محمد الكلام، ثم تدخل الهمزة فتقول أسمع محمد زيدا الكلام، فزيدا والكلام مفعولين منصوبين لأسمع بسبب أن همزة القطع دخلت في أوله وهو فعل مجرد ثلاثي قبلها وأصبح يتعدى لمفعول بسبب همزة القطع التي تفيد التعدية، وكان قبلها يتعدى لمفعول وأصبح لها مفعولين. ثم أيضا إذا كان الفعل متعديا لمفعولين قبل زيادة الهمزة، إذا كان الفعل يتعدى لمفعولين قبل أن تزاد في أول الهمزة يصبح بعد إذا كان الفعل المجرد الثلاثي يتعدى لمفعولين قبل أن تدخل عليه الهمزة فإنه بعد دخول الهمزة يصبح متعديا إلى ثلاث مفاعيل. مثال ذلك علم. علم تتعدى لمفعولين قبل أن تدخل في أولها همزة القطع، وعلم فعل ثلاثي مجرد. بطبيعة الحال علم يتعدى لمفعولين قبل أن تدخل في أولها همزة القطع. نعم، هذا بشرط أن يكون علم بمعنى إيقان. إذا كان علم بمعنى إيقان يتعدى إلى مفعولين. أنت مثلا تقول علمت زيدا كريما، فعلمت التاء فاعل وزيدا مفعولا أولا وكلمة مفعولة ثانية، هذا قبل دخول همزة القطع، وعلم فعل مجرد ثلاثي. فإذا زدت في أوله همزة قطع أصبح متعديا إلى ثلاث مفاعيل، فعندئذ تقول أعلمت عمرا زيدا كريما، أعلمت عمرا زيدا كريما، أعلمت التاء فاعل، عمرا مفعول أول، زيدا مفعولا ثاني، كريما مفعولا ثالث بسبب دخول الهمزة في أوله، لأن الهمزة
همزة القطع في أول الثلاث المجرد تفيد التعديل. نعم. أيضا من المعاني التي تزاد لها الهمزة، همزة القطع في أول الفعل المجرد الثلاثي، من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل المجرد الثلاثي الدخول في الزمان والمكان. من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدخول في الزمان والمكان. لك أن تقول مثل ماذا؟ نقول مثل، نقول يكون ذلك، ذلك مثل أصبح. إذا قلت أصبح يصبح معناه دخل في الصباح، وإذا قلت أمسى أصبحت الهمزة تفيد دخل في المساء، وإذا قلت أمصر يصبح معنى الفعل دخل في مصر، وإذا قلت أصحر يصبح معنى الفعل دخل في الصحراء، وإذا قلت أبحر يصبح معنى الفعل دخل في البحر. إذا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد من تلك المعاني الدخول في الزمان والمكان. الدخول في الزمان مثل أصبح، نقول أصبح محمد ضاحكا أي دخل في الصباح، نقول أمسى محمد مسافرا أي دخل في المساء، نقول أمصر محمد أي دخل في مصر، نقول أصحر خالد أي دخل في الصحراء، نقول أبحر زيد نقول دخل في البحر. كلا هذه الأفعال الهمزة فيه في أوله تفيد الدخول في الزمان وفي المكان. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المشرد الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة. أيضا من المعاني التي تزاد لها، من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المشرد الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة، وذلك كأن تقول أكرمت زيدا وأنت تعني وجدت زيدا كريما. إذا قلت من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد من تلك المعاني الدلالة على أنك وجدت الشيء على صفة معينة، مثل أن تقول أكرمت زيدا. فأنت إذا قلت أكرمت زيدا فهذه الكلمة تعني أنك قلت وجدت زيدا كريما، أي وجدته على صفة الكرم. ومثل ذلك إذا قلت أبخلت زيدا يكون معنى ذلك أنك وجدته بخيلا، وجدته بخيلا أي وجدته متصفا بصفة البخل أعاذنا الله وإياكم. وكذلك إذا قلت أجبنت زيدا يصبح معنى ذلك أنك وجدته جبانا، وذلك يعني أنك وجدته على صفة الجبن أعاذنا الله وإياكم. نعم. ومن المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على السلب. من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على السلب، ومعناه أنك تزيل عن المفعول معنى الفعل. الدلالة على السلب معناها أنك تزيل عن المفعول معنى الفعل. مثلا إذا قلت شكا زيد فإنك تثبت أن له شكوى. إذا قلت شكا زيد أنت تثبت أن لزيد شكوى. فإذا زدت الفعل بهمزة قطع في أوله وقلت أشكيت زيدا صار المعنى أزلت شكواه. إذا قلت أشكيت زيدا فإن المعنى يصبح أزلت شكوى زيد، بينما إذا قلت شكا زيد أنت تثبت أن له شكوى. فإن قلت أشكيت زيدا فدخول الهمزة
أصبح يزيل هذه الشكوى. يا قلت أشكيت زيدا يصبح المعنى أزرت شكوى زيد. وهكذا في أعجمت الكتاب أزرت عجمته. ومن المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، نعم من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على استحقاق الصفة معينة. مثل ماذا؟ ذلك مثل أحصد الزرع استحق الحصاد، أزوجت الفتاة أو أزوجت الفتاة، أزوجت الفتاة أي استحقت الزواج. إذن همزة القطع تزاد أيضا للدلالة على استحقاق صفة معينة. ذلك مثل أن تقول أحصد الزرع أي صار يستحق الحصاد، أزوجت الفتاة أي استحقت الزواج. ومن المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على الكثرة. من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على الكثرة. وذلك مثل الشجار المكان، الشجار المكان. إذا قلت الشجار المكان كان ذلك يعني كثر شجره. وإذا قلت أضبئ المكان كان ذلك بمعنى كثرة ظباء المكان. وإذا قلت أسد المكان كان ذلك يعني كثرة أسود هذا المكان. إذن من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على الكثرة. ذلك مثل الشجار المكان، أضبئ المكان، أسد المكان. فالشجار المكان تعني كثر شجره، وأضبئ المكان تعني كثرة ظباؤه، وأسد المكان تعني كثرة أسوده. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على التعريض. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على التعريض. ما معنى ذلك؟ ما معنى الدلالة على التعريض؟ الدلالة على التعريض تعني أنك تعرض المفعول لمعنى الفعل. الدلالة على التعريض تعني أنك تعرض المفعول لمعنى الفعل. والدلالة على التعريض من المعاني التي تدل عليها همزة القطع إذا زيدت أول الفعل الثلاثي المجرد. إذن من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على التعريض. وذلك يعني أنك تعرض المفعول لمعنى الفعل. ولكن مثل ماذا؟ مثل أن تقول أبعت المنزل، أبعت المنزل. فإذا قلت أبعت المنزل أصبح هذا يعني عرضت المنزل للبيع. وإذا قلت أرهنت المتاع، إذا قلت أرهنت المتاع صار ذلك يعني عرضت المتاع للرهن. نعم. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على أن الفاعل قد صاحب شيئا مشتقا من الفعل. نعم. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، من تلك المعاني الدلالة على أن الفاعل قد صاحب شيئا مشتقا من الفعل. وذلك مثل أن تقول أثمر البستان، إذا قلت أثمر البستان
فذلك يعني أن البستان صار ذا ثمر. أثمر البستان تعني أن البستان صار ذا ثمر. وإذا قلت أروقت الشجرة، وإذا قلت أروقت الشجرة فإن ذلك يعني أن الشجرة، أن الشجرة صارت ذات ورق. وهذا يدل على أن الفاعل قد صاحب شيئا مشتقا من الفعل. أيضا من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد، من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد من تلك المعاني الدلالة على الوصول إلى العدد. من المعاني التي تزاد لها همزة القطع في أول الفعل الثلاثي المجرد الدلالة على الوصول إلى العدد، الدلالة على الوصول إلى العدد. مثل ماذا؟ مثل أن تقول أخمس العدد أي صار خمسة، وأن تقول أتسعت البنات، أتسعت البنات أي صرن تسعا. هذه قد تكون أشهر المعاني التي تزاد لها همزة القطع أول الفعل الثلاثي المجرد، هذه المعاني التسعة. وثمة معان أخرى عند اللغويين، ليس المقام مقام الحصر وإنما هو مقام الذكر فقط. إذن هذا عن همزة القطع، هذا عن همزة القطع، هذا عن همزة القطع. ونحن عرفنا أن مزيد الثلاثي بحرف واحد، نحن عرفنا أن مزيد الثلاثي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان. الوزن الأول زيادة همزة القطع في أول الفعل ليصير على وزن يفعل، وتزاد همزة القطع للمعاني التي ذكرناها. الوزن الثاني زيادة حرف من جنس عين الفعل ليصير على وزن فعل مثل كبر. فما هي المعاني التي يزاد لها تضعيف العين؟ إذن ما هي المعاني، ما هي المعاني التي يزاد لها حرف من جنس عين الفعل ليصير على وزن فعل مثل كبر وقدم؟ ما هي المعاني؟ أشهر تلك المعاني التي يزاد لها تضعيف العين على فتصبح على وزن فعل، أشهر تلك المعاني الدلالة على التكثير والمبالغة. أشهر تلك المعاني الدلالة على التكثير والمبالغة، الدلالة على التكثير وعلى المبالغة. مثل ماذا؟ مثل أن تقول طوف، طوف فلان المكان، طوف فلان المكان. فقولك طوف فلان المكان يعني أن فلان أكثر الطواف بذلك المكان. فزيادة العين على الفعل المجرد، فزيادة فتضعيف العين في الفعل الثلاثي المجرد يدل على معان من أشهرها الدلالة على التكثير والمبالغة، مثل طوف فلان المكان أي أكثر الطواف بالمكان. ومثل أن تقول قتل فلان قتل فلان القوم أي أكثر قتل القوم. وهكذا لو قلت غلق فلان الأبواب، غلق بمعنى أكثر غلق الأبواب. ذبح فلان البقرة أي أكثر ذبح البقر. أيضا من المعاني التي تزاد لها
العين أو تضعف لها العين في الفعل الثلاثي المجرد فيصبح على وزن فعال من تلك المعاني أيضا التعدية. والتعدية قد شرحناها عند همزة القطع لما تزاد في أول فعل الثلاثي المجرد. وكما أن همزة القطع تفيد التعدية أي يصبح الفعل يتعدى لمفعول، فكذلك تضعيف العين في الفعل الثلاثي المجرد يفيد التعدية، يأتي بمعنى التعدية أحيانا. وذلك مثل أن تقول فرح زيد أو فرح زيد، فرح زيد، فرح زيد، ليس فيه تعدية لأنه ليس مضاعف العين. فإذا قلت فرحت زيدا، فرحت زيدا، شوف أولا كان فرح زيد، فرح زيد، فرح فعل ماضي مبني على الفتح وزيد فاعله، ولم يكن هنا مفعولا به، ليس هنا مفعولا به لأن العين ليست مضاعفة. انظر لما نضعف العين أي نشددها سيصبح الفعل يتعدى لمفعول به، فنقول فرحت زيدا، ففرحت فعل مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، زيدا أصبح مفعولا به منصوبا. الذي جعل هذا الفعل يتعدى لمفعول به وينصب زيدا هو أنه حصل التضعيف في عينه أي في حرفه الثاني. فتضعيف العين في فعل الثلاثي المجرد يفيد أيضا التعدية. فإذا كان الفعل قبل التضعيف العين متعديا لمفعول واحد صار بعد تضعيف العين متعديا لمفعولين، مثل فهم. نحن إذا قلنا بدون التضعيف فهم، ففهم تتعدى لمفعول واحد، فنحن نقول فهم زيد الدرس، ولكن ليس فيها تضعيف العين وهي الهاء الحرف الثاني ليس مضاعفة. فهم الماضي مبني على الفتح، زيد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهر على آخره، فاعل، الدرس اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره مفعول به. هذا الفعل الذي يتعدى لمفعول به قبل تضعيف العين إذا ضعفت عينه سيصبح متعديا لمفعولين، الأول كان عنده والثاني بسبب تضعيف العين، مثل ماذا؟ مثل أن نقول فهمت زيدا الدرس، فهمت زيدا الدرس، فهمت فعل وفاعل، وذلك أن فهم فعل ماضي وبني هنا على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، زيدا مفعول به لفهم أول، الدرس مفعول به ثاني، والسبب نصبه للمفعول الثاني هو تضعيف العين. وهكذا قل نفس الشيء في علم وعلم، تقول علم محمد، علم محمد الخبر، ثم تقول علم محمد الخبر، فالخبر مفعول به منصوب. فإذا قلت علمت محمدا، فإذا قلت ما شاء الله خيرت ما شاء الله خيرت ما شاء الله يعني خيرت، فإذا قلت علمت محمدا فإذا يعني ضعفت العين فتقول علمت، أصبح فعل وفاعل، فاعل التاء لأن التاء ضمير متصل في محل فعل في محل رفع فعل، تقول علمت محمدا الدرس. وهكذا قل نفس الشيء في سمع وسمع وأكل وأكل. أيضا من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين في وزن فعل من تلك المعاني أيضا، أيضا من المعاني، من المعاني، أيضا من المعاني التي يزاد لها حرف من جنس عين الفعل
وقول من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين في نحو فعل، من تلك المعاني الدلالة على التوجه، من المعاني التي يزاد لها حرف العين الحرف الثاني فيصبح الفعل على وزن فعل، من تلك المعاني الدلالة على التوجه، مثل أن تقول شرق محمد أي توجه شرقا. وعليكم السلام وخير، تبارك الله الحمد لله وبارك الله الحمد لله. كيف حالك؟ عساك بخير؟ ما شاء الله، يا مرحبا يا مرحبا، ما شاء الله الحمد لله، ما شاء الله بارك الله. انا عندي هون ترك نوفم قريهم شو لعد ميزتهم؟ انا عندي درس في الزوم مع اشخاص، مع وترى ترجع لما تمر سأكلمه ما شاء الله. معي الاشخاص هذي، احدهم في كوت ديفوار، ولما ترجع ان شاء الله نتحدث لما تمر ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك، الله يسلمك. واذا من تلك المعاني التي يزاد لها، يعني من تلك المعاني التي يزاد لها عفوا، من المعاني التي يزاد لها، يعني يزاد لها تضعيف العين، من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين فيصبح الفعل على وزن فعل كما قلنا، الدلالة على التوجه، مثل أن تقول شرق محمد، فقولك شرق محمد يعني توجه محمد شرقا، وتقول ضرب محمد أي توجه محمد ضربا، وهكذا. نعم، أيضا من المعاني، من المعاني أيضا من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين، من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ليصبح الفعل على وزن فعل، من تلك المعاني الدلالة على أن الشيء صار شبيها بشيء مشتق من الفعل، من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ليصبح الفعل على وزن فعل، العين هي الحرف الثاني، من تلك المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ليصبح الفعل على وزن فعل، من تلك المعاني الدلالة على أن الشيء قد صار شبيها بشيء مشتق من الفعل، مثل قوس فلان، إذا قلت قوس فلان صار مثل القوس، ويقال ذلك للشيخ الكبير إذا بلغ من العمر عتيا وانحنى ظهره فأصبح مقوسا لا يستطيع أن يقف مستقيما لكبر سنه، عندئذ يقال قوس فلان أي صار مثل القوس من كبر السن، وتقول حجر الطين أي صار مثل الحجر في القوة والصلابة، تقول حجر الطين، إذا كان ذلك الطين أصبح قويا كقوة الحجر لا يكسر فتقول حجر الطين، فيكون معنى هذه الجملة كأنك قلت صار هذا الطين مثل الحجر في القوة والصلابة. أيضا من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين فيصبح الفعل على وزن فعل، من تلك المعاني الدلالة على النسبة، النسبة هو أن تنسب شيئا لشيء، أنت الآن إذا قلت مثلا محمد مالكي فقد نسبته إلى المالكية، أو تقول زيد شافعي فقد نسبته إلى الشافعية، أو تقول محمد أمريكي فقد نسبته إلى أمريكا، أو تقول خالد فرنسي فقد نسبته إلى فرنسا، أو تقول
عثمان إيفواري وقد نسبته إلى كوت ديفوار. أو تقول سيدي سينواري فقد نسبته إلى سينواري إلى السنغال، وهكذا هذه النسبة. إذا من الدلالة من إذا من المعاني التي يزاد لها تعطيف العين فيصبح الفعل على وزن فعال من تلك المعاني الدلالة على النسبة، مثل ماذا؟ مثل أن تقول يعني كذبت فلانا أي نسبته إلى الكذب، وتقول صدقت فلانا أي نسبته إلى الصدق، وهكذا. أيضا من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين فيصبح الفعل على وزن من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين. نعم، من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين فيصبح الفعل على وزن فعل من تلك المعاني التي يزاد لها تضعيف العين الدلالة على السلب، وذلك مثل أن تقول قشرت الفاكهة أي أزلت قشرتها أو سلبت قشرتها. قلمت أظافري أي أزلت قلامتها أو سلبتها قلامتها. أيضا من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين حتى يصبح الفعل على وزن فعل في الفعل مجرد ثلاثي من تلك المعاني اختصار الحكاية، اختصار الحكاية. ولكن مثل ماذا؟ نعم، مثل أن تقول كبر هلل لبى سبح أمنا. شوف، اختصار الحكاية في هذه الألفاظ واضح، وهذه الألفاظ كلها الحرف الثاني منها مشدد، والحرف الثاني هو عينها، والتشديد هو التضعيف. إذا من المعاني التي يزاد لها من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ويصبح الفعل على وزن فعل. خير تجزاه الله خير تجزاه في جزاه الله. من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين ويصبح الفعل على وزن فعل إذا كان ذلك الفعل ثلاثيا مجرد من المعاني التي يزاد لها تضعيف العين اختصار الحكاية، كما مثلنا مثل كبر. فأنت إذا قلت كبر فكأنك تقول قال الله أكبر، فكأنك تقول قال محمد الله أكبر، فأنت اختصرت الحكاية كلها. إذا قلت كبر محمد فأنت اختصرت كبر من كلام كثير، فكأنك كنت تريد أن تقول قال محمد الله أكبر، فاستغنيت عن هذا كله واختصرت على كلمة كبر محمد. وإذا قلت هلل خالد فهذا يعني أنك كنت تريد أن تحكي حكاية طويلة من مثل قال محمد لا إله إلا الله، فاختصرت هذه الحكاية وقلت هلل هلل محمد. وأنت إذا قلت لبى محمد فكأنك كنت تريد أن تقول قال محمد لبيك اللهم لبيك. وكذلك إذا قلت سبح زيد فكأنك قلت قال زيد سبحان الله. ومثل ذلك إذا قلت أمن خالد فكأنك كنت تريد أن تقول قال خالد آمين، فقد اختصرت هذه الحكايات. نعم، إذن نحن عرفنا أن مزيد الثلاثي بحرف واحد يأتي على ثلاثة أوزان. الوزن الأول زيادة همزة القطع في أوله ليصير على وزن أفعل، وقد تحدثنا عن ذلك، وقد تحدثنا عن المعاني أشهر المعاني التي تزاد لها همزة القطع. الوزن الثاني زيادة حرف من جنس عينه عن طريق التضعيف ليصير الفعل على وزن فعل،
مثل كبر وقدم وقد تحدثنا عن ذلك وبينا أشهر المعاني التي يأتي لها تضعيف العين من فعل الثلاثي المجرد. الوزن الثالث زيادة ألف بين الفاء والعين ليصير الفعل على وزن فاعل، أي زيادة ألف بين الحرف الأول والحرف الثاني ليصير الفعل على وزن فاعل، مثل جادل دافع وعد. فالسؤال: ما هي أشهر المعاني التي يزاد لها الألف بين فاء الفعل المجرد الثلاثي وعينه فيصبح الفعل على وزن فاعل، مثل جادل دافع واعد؟ ما هي أشهر المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين في الفعل المجرد الثلاثي؟ والجواب إن شاء الله يأتي. من أشهر المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين في نحو فاعل من كل فعل ثلاثي مجرد، من أشهر المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين، من أشهر هذه المعاني المشاركة. المشاركة ماذا نعني بالمشاركة إذن؟ نعني بالمشاركة أن فاعل أن زيادة الألف بين الفاء والعين في الفعل المجرد الثلاثي تدل على أن الفعل حصل بالمشاركة بين الفاعل والمفعول ولم يكن من واحد منهما وحده، الفعل حصل بالمشاركة. زيادة الألف زيادة الألف زيادة الألف بين الفاء والعين في الفعل مجرد ثلاثي من نحو فاعل تدل على المشاركة، والمشاركة التي نعني هنا هي الدلالة على أن الفعل حصل من الفاعل والمفعول به معا. مثلا أنت إذا قلت ضرب زيد عمرا، استمع جيدا. مثلا أنت إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل، زيد فاعل، عمرا مفعول به، ضرب زيد عمرا، إذا قلت ضرب زيد عمرا يصبح معنى هذه الجملة أن زيدا ضرب عمرا، أليس؟ ضرب زيد عمرا هذا يعني أن زيدا ضرب عمرا، أليس؟ وهذا يعني أن الضرب حصل من زيد وحده. إذا قلت ضرب زيد عمرا فهذا يعني أن زيدا ضرب عمرا، ويعني أن الضرب حصل من زيد فقط ووقع على عمر. لكن شوف إذا أدخلت الألف بين الضاد والراء فقلت ضارب زيد عمرا، إذا قلت ضارب زيد عمرا أدخلت الألف بين الفاء والعين فقلت ضارب زيد عمرا، فإنه يتحول معنى فيصبح معنى الجملة أن زيدا ضرب عمرا وأن عمرا ضرب زيدا، فهما تشاركا في الضرب، فالضرب حادث من الاثنين، وهذا هو المشاركة. فوزن فاعل يدل على المشاركة. إذا من المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين إذا من المعاني التي يزاد لها الألف بين فاء الفعل وعينه في الفعل المجرد الثلاثي فيصبح على وزن فاعل، من هذه المعاني من أشهر هذه المعاني المشاركة، مثل ضارب زيد عمرا، أي أن الضرب حصل بالمشاركة بينهما، فزيدا ضرب عمرا وعمرا ضرب زيدا. وهكذا لو قلت قاتل محمد خالدا فيعني إذا معنى ذلك أن كلاهما حريص على قتل صاحبه فقد تشارك في القتل. وكذلك إذا قلت لاكم خالد زيدا
فهذا يدل على فلاك ما تدل على المشاركة، فهذا يعني أن كلاهما كان يلاكم الآخر. وهكذا إذا قلت جالس المدير نائبه فهذا يعني أنهما اشتركا في جلسته. أيضا من المعاني التي يزاد لها الألف بين فاء الفعل وعينه المتابعة، ونعني بالمتابعة هنا الدلالة على عدم انقطاع الفعل، مثل أن تقول واليت الصوم، فواليت الصوم تدل على أن الصوم الذي صمته كان متتابعا، كانت أيامه متتابعة. ومثل أن تقول تابعت الدرس، فقولك تابعت الدرس تدل على أن الدرس كان متواصلا. فزيادة الألف بين الفاء والعين في الفعل المجرد الثلاثي تدل على المتابعة، ونعني بالمتابعة عدم انقطاع الفعل. أيضا من المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين في الفعل المجرد الثلاثي، من تلك المعاني الدلالة على أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليه الفعل. من المعاني التي يزاد لها الألف بين الفاء والعين الدلالة على أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليه الفعل، مثل ماذا؟ مثل عافاه الله، أي جعله الله ذا عافية. كافأت زيدا، أي جعلت زيدا ذا مكافأة. عاقبت عمرا، أي جعلت عمرا ذا عقوبة. نعم، وقد يدل فاعل، قد تدل زيادة الألف بين الفاء والعين على معنى فعال، مثل سافر وهاجر وجاوز. أي نعم، هنا أنهينا كل المعاني، هنا تحدثنا عن مزيد الثلاثي بحرف واحد، وقلنا أنه على يأتي على ثلاثة أوزان، الوزن الأول زيادة همزة القطع في أوله ليصل على وزن أفعل، مثل أخرج وأكرم، وقد أكملنا ذلك. والوزن الثاني زيادة حرف من جنس عينه ليصبح الفعل على وزن فعل، كبر، مثل كبر وقدم، وقد تحدثنا عن ذلك. الوزن الثالث زيادة ألف بين الفاء والعين ليصل على الفعل على وزن فعل، مثل جادل ودافع وواعد، وقد تحدثنا عن ذلك. أنهينا الكلام على ذلك، وأنهينا الحديث على كل المعاني التي تزاد لها همزة القطع. أنهينا الحديث في أشهر المعاني التي تزاد لها همزة القطع أول الفعل، والتي يزاد لها التضعيف، والتي يزاد لها الألف بين الفاء والعين. ولكن كل هذا يتعلق بمزيد الثلاثي في حرف واحد. ثانيا، مزيد الثلاثي بحرفين، كنا نتحدث عن الفعل الثلاثي الذي يزيد بحرف واحد. الأول يزيد بهمزة القطع في أوله مثل أخرج، والثاني يزيد بحرف من جنس عينه
مثل كبر، والثالث زيد بألف بين فائه وعينه مثل ضارب. ثانيا مزيد الثلاثي بحرفين، مزيد الثلاثي بحرفين. ماذا نفعل إذا زيد الفعل الثلاثي بحرفين؟ إذا زيد الفعل الثلاثي المجرد بحرفين فإنه يأتي على خمسة أوزان. إذا زيد الفعل الثلاثي المجرد بحرفين فإنه عندئذ يأتي على خمسة أوزان. فما هي؟ الوزن الأول انفعل، انفعل بزيادة الألف والنون مثل انكسر ومثل انفتح ومثل انقاد ومثل انمحى، لأن انكسر أصلها كسر فزيدت ألف، فزيد الألف والنون، وانفتح أصلها فتح زيد الألف والنون. الوزن الثاني افتعل بزيادة الألف والتاء مثل افتتح ومثل افترش ومثل اشتاق ومثل اصطبر ومثل اتخذ ومثل اتقى ومثل ادعى ومثل امتد. الوزن الثالث تفاعل بزيادة التاء والألف مثل تقابل ومثل تنازل ومثل تبايع ومثل تشاكى ومثل الثقل. الوزن الرابع تفعل بزيادة التاء، الوزن الرابع تفعل بزيادة التاء وتضعيف العين مثل تكبر ومثل تقدم ومثل توعد ومثل تزكى. الوزن الخامس افعل الوزن الخامس افعل بزيادة الألف وتضعيف اللام. الوزن الخامس افعل الوزن الخامس افعل بزيادة الألف وتضعيف اللام مثل أحمر ومثل أصفر ومثل أسود ومثل أرعوى. لكن هذه الزيادات لها معاني هي الأخرى سوف نوجزها، أما الآن فقرب وقت الصلاة، صلاة العصر، والهاتف ارتفعت فيه درجة الحرارة لم يعد يطيق المزيد. فأستغفر الله لي ولكم واستذهبوا إلى الصلاة. حفظنا الله وإياكم، استودعكم الله، السلام عليكم.